يجموه من يجموش. انا جوفوا اللي قادرين باش نزلوا كوب دافريك، مي لكن انت وعقليه الملاعبين اللي تلعب توا، خاطر تجم تكون تجم راه كي تتكلم مش كيما تعمل بسقيك، راه مش كيف كيف الكلام نوع والتطبيق نوع. اليوم انا مثلا الكوب دافريك الاخرانيه اللي لعبناها كان كنا نجم نهزوه صحيح، علاش ما نعرفش علاش جيري سبي هدي مي سي باجي اوسو برشا اخطاء عملها الحقيقه. راهو المدرب راهو 20% الملاعبيه 80% اي مهم جاما كي تهبط الملاعبيه في مش بلايصها وتدخلها بعضها في التشكيله زاده يا خويا التشكيل. اجي نقول لك حاجه، التشكيله شنو التشكيل يا اخي؟ نحن عندنا ميسيات ورونالدوات على البنك محطوطين، الملاعبيه اللي كنا معاملين عليها ما كانوش في المستوى. علي معلول ما يمشيش الكوب دافريك، هي هذيك غلطه كبيره معاه كان. ومعلول كان يجي يجيب لنا الكوب دافريك، كان يجي معاه ولا شنو يجيب لنا؟ لا 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 فما فرق. انا تو مثلا نشوف في الجمعيات في تونس، هو تو بصفه عامه في تونس ما عادش عندنا ملاعبيه تجيب كوب دافريك. لا عايش خويا مالك دونك ما عادش تقول لي سي تان ايكيب كوليكتيف معناها جماعي. لا 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 لا. انت اليوم انت كيفاش انت وعقليتك العقليه هذه؟ ان جوغ عنده ليسبيتي دو غانيير، ان جوغ متملح. دونك انت تشوف فما ملاعبيه ما كانوش في المستوى اللي هما اسامي كبار ليكيب ناسيونال، فهمت؟ معناها فرضوهم باش يلعبوا بالسيف عليه، خاطر انا باش نحطك تصويره ولا باش نحطك في التيران واقف باش تجم تجيب لي اطراح؟ يا تجم يا ما تجمش، ما يجمش ما تلعبوش، فهمت؟ تشوف المنظر الكبير هو الاحسن حاليا لغايه المنتخب؟ شو نتاع المنظر الكبير؟ والله يجي نقول لك حاجه، توا هو توا بور لانستون منظر عنده برشا اكسبيريونس معناها، وتعدى على تجربات كبيره ياسر حتى على مستوى النوادي ولا على مستوى ليكيب ناسيونال في اللي جان واحد كل شيء. بقى انت والكومينيكاسيون مع الملاعبي، هو قوه شخصيته مع الملاعبيه نتاع اليوم، كان يوصل المعلومه صحيحه ويفرض ان بلان معناها ان بلان دو جو معناها حاجه يفرض اسلوب وتطبيق. لازم اللاعب يكون المدرب اكبر من الملاعب في افكاره راهو مش في حاجه اخرى. باهي الجمعه الجايه انتخابات الجامعه، وديع الجريده تجاه نحو ولايه ثالثه، كيفاش تقيم العمل نتاعو في 8 سنين اللي فاتوا؟ وهل هو الشخص الافضل انه يكون موجود في الجامعه اليوم؟ اخسر انا نقول اليوم ولات يعني الحاجات الكل معناها هما ديزوبجيكتيف معناها ديزوبجيكتيف. انا نتصور اللي وديع الجري على 8 سنوات يتسمى نجح 80% بالنسبه لي. علاش؟ عمل كوب دي موند، عمل كوب دافريك في الموندا الثاني، هذا الموندا الاولانيه فما عديد مشاكل. انا نشوف مثلا وقت اللي دخل وديع الجري شنو البيدجي نتاع الفيدراسيون اليوم؟ اي باري قال لك 52 مليار ولا قداش؟ الجمهور العادي يهمه كانت بالاخص في النجاحات الرياضيه، وديع الجري ما يهموش فلوس تطورها. وديع الجري ايش تحبه يعمل؟ يحبه يلعب هو، يجيب الكوب دافريك هو. انا نتصور لي كونديسيون اللي عايشين بها المنتخب ما عشناهاش نحن ولا الاجيال اللي قبلي، فهمت؟ دونك انت معناها 5 ايتوال دو لوكس الناس عايشه، والامكانيات شنو؟ ان بريم دو ماتش تعمل ان بوان تاخذ 20 ميل و 30 ميل دينار في ان بوان. الدنيا تبدلت معاك متفاهمين. مي لكن هو اش تحبوا يعمل وديع الجري؟ تحبوا يهبط يلعب هو؟ هو اخذت عليه الاستقرار الفني معناها برشا مدربين يبدل في المونديال اللي عملها. لا ممكن انا انا يقولوا لي وديع الجري ممكن يتداخل في برشا حاجات صحيح اللي مش نتاعو هو، يقال. شفت انت؟ انا ما شفتش. هو ابو فوزي بن زرتي قال هذا، حاب يتدخل في بعض لي شوا نتاعو. اليوم المدرب انا تو مثلا نحكي لك، نجمش انا تو مثلا قابلت وديع الجري قداش من مره؟ مرتين يكونوا الثلاث، وعطيته ان بروبوزيسيون نتاع باش ندرب. انا نجي نتكلم فيه بالخايب حتى كان ما عمليش حاجه باهي، فهمتك؟ معناها مش معاملات الحكايه هي ولات. اعطيني نعطيك. لا سي با سا. انا جي بروبوزي باش نجم نفيد ليكيب ناسيونال في لي جون سير لو بلون معناها سبيسيفيك ولا حاجه كي باش عطيت معناها
مون بروجي واحد كل شيء، كي هو ما قضاليش نولي نقطعوا الريشو ما يجيش. كي فما ناس توا موجوده اللي هو موجود يشكروا في وديع الجريشة ما هم كانوا ما يحبوهش، مو باش نبداو واضحين، وياخذوا في شهري كيما شكون تي برشا انت تعرف وانا نعرف. دونك سي با سا، فهمت؟ يا يقول نحن عشنا رجوليه هي الكل، مش انت خاطر اليوم استدعيتني ولا خدمتني ولا واحد كل شيء يلزمني نبشبش بيك. وقت لازمك تكون غلط نتحاسبك، ويلزمني نعطي معناها نعطيك برجك كيما يقولوا. كان انا غلط زاد اقول لي راهو جمال راك انت غلط. فهمت؟ اسمع، كما ناخذوش نحن الكريتيك في الايجابي، يعني ما تنجمش راهو تحسن روحك وانت ما عندكش معناها كيف البوزيتيف ونحن باهيين 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 باهيين. لا لا، ما تنجم تحسن روحك كي تغلط. حسن روحك اغلط وحسن روحك ما يسالش. اما الانسان هذا انا امون افي رايي انا نشوفه انا اللي نجح 80%، معناها لي زوبجيكتيف الكل يجب تكون حقق. شنو كوب دي مون تحب نمشيو نتعداو دوزيام تور، ربحنا ماتش اللي كان فهمت عملنا ربحنا ماتش وخسرنا زوج ماتش. ما يتحسبش عليا النجاح هذا الامور التكنيك. شنو يحب شنو يحب التوانسه؟ باهي نحكيو شويه على جمال الامام. نجمو نشوفو جو وين نشوفو روحكم البريود الجايه؟ مدرب، وكيل اعمال، مسير في ستار، في الجامعه، في المنتخب؟ وكيل اعمال بعدت عليها. لا 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 ما عادش فهمت. نجم نكون فيتور مدرب. اي أيوه قايد خويا راهو توا. اي ما جاتش الفرصه. ان شاء الله ربي يسهل. ان شاء الله. انا مستعد. وين نبداو في ستاد، في الكلوب، في المنتخب؟ وين نبداو في حاجه باهيه باش واحد يجم يحسن بالكدا وكا. ما نجمش نقول لك كمان الحوار باهي في ليكيب ناسيونال ان شاء الله. علاش لا؟ دونك في لي جون، دونك ما سي با كيستيون تاع باش نجي راني في السينيور في لي جون، تو يجي وقت ان شاء الله. اما لازم الخطوه الاولى نتاع نبداو به كمان الحوار نتاعنا عندنا دوري بريك باش نكملوهم معك جميل. البدايه لوكويز. لوكويز مجموعه من الاسئله بلاش برشا تفكير. جواب بيه. احسن لاعب تونسي توا؟ ما فماش. فما حتى لاعب باهي في تونس؟ لا. احسن لاعب في تاريخ تونس؟ نور الدين ديو. لاعب توا يفكرك بجو؟ فماش. عاش ما فماش. ممكن راهو انا نكون غلط، انا ما عاش ما فماش. لاعب في البطولة التونسية تشوفه قادر ينجح في أوروبا؟ فماش. لا مش ما فماش، ما نعرفش، مانيش ملم برشا، راه مانيش نتبع ياسر، ما نعرفش. المشكلة أنا مانيش مليت لي عيني في البطولة في تونس. ما فماش حاجة تفرح، ما فماش كاليتي، تتفرج ماتش ما تشوفش، ما نعرفش، ما فماش حاجة كبيرة. فهمت. مدافع قبل كنت تقرا له حساب؟ حتى حد. ما يهمك في حتى مدافع؟ اقسم بالله لا يهمني حتى مدافع، ما نغزوش المدافع. متواضع؟ لا مش متواضع. هذيك راني انا هكاك جو سوي كوم سا. انا هذاك علاش نجحت يمكن في كاريري في الكوره. انا مش مع التوانسه انا نتكلم هكا. انا في اوروبا كنت ما يقولوا لي ذاك انترناسيونال بلج ولا انترناسيونال هولندي. انا فانتي جيلان يلعب في اندرليكت ارير جوش، وفان روي واسمه وارير جوش يلعب في ترشنوا، يقولوا لي ذي راهو يلي دو، ما يهمنيش. شكون اقرب لاعب ليك؟ توا في الكرة؟ اقرب لاعب معناها صاحبي؟ عندي برشا صحاب. مثلا شكون؟ عندي مش برشا، هما خمسة ستة من الناس. اللي هم؟ والله توا باش تحرجني. يسمي لي الخمسه سته من الناس هكا سمي لهم لي. قلت لك واحد. عندي يكون زوز ثلاثه اربع ملاعبيه وزوز برانيين. مثلا شكون؟ عندي عبد الحميد الهرقيل، عندي خالد بدره. واضح. جعايد شو اسمه بوعزيزي. خالد بدره ما كانش خوفك كمدافع. عندي مهدي زنيدي صاحبي برشا لعب معايا في ستاتينزيان. وعندي واحد اخر زاد نبيل صاحبي. زاد نبيل صاحبي. اي خالد بدل ما كانش يخوفك كمدافع؟ لا ياسر واحد. لا ملاعب كبير خالد. لا بالعكس. باهي احسن مدرب في تاريخ تونس تونسي؟ اي حتى ما فما حتى مدرب باهي؟ تونس ما عندهاش مدربين حسب ما اللي ترنيت عندهم انا الكل.
كل واحد عنده ديفو. مش جو ما أنا أنتر راني أنا مانيش جوار كومبليرا. عندي ديفويات تبري. أما لكن هذا رأيي أنا ما فهم حتى مدرب من العين. بقابلك واحد فيهم مش كول. إيش بقولك في الصغار هذوما توا توا بولانستون ما كنا قبل كانوا معدين علينا برش. حتى كنا ما نعرفوش نحن ما نفهموش برش. توا ممكن فما لسعد الدريدي معناه ماشي بثنية صحيحة. شكون يا اخي بون نمشي على حسب الرجلتا انا فهمت. عندك بتاع الساتونيزيان زيد شو اسمه جيل القادري عندك شو اسمه بتاع الشابي بتاع مستير. دونك هذوما هما فهمت. مدرب عنده فضل على جمال ليمي الله يرحم سي عز الدين بزداه الله يرحم وسي فتحي الصخيري. ماتش ما تنساش هو ما برشا ماتشو ترى. اعطيني ماتش هكا قعد في بالك اكثر ماتش اكسبسيونيل. ماتش مصر نتاع تأهل كاس العالم في في مصر. لا لا في مصر هذه حكايه فارغه في تونس. في تونس هادي بالخيسه وقت توفى الله يرحمه. الله يرحمه. بونتو ما تنساش والله برسا بونتويات حلوين. مرة ماركيت بونتو كونتر مش حتى حلو معناها حتى من الأهمية متاعه ممكن أو جايين لك الحلو. ماركيت برشا بونتويات هما ماتش غينيا بونتو كوتسيزو ماركيتو ماتش كيف الكيف زاد ماركيت بونتو اكسبسيونيل. ماتش القروين زاد كيف كيف هزيتهم الجول جول تريبلت بالناس الكل حطيتها ورجعت. برشا بونتويات حلوين برشا. بونتو تمنيت لو كان كنت أنت اللي سجلته. أنا بونتويات حلوين. فمش حتى واحد حسيت له على بونتو. لا 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 ما نعرفش شكون. أنا الأنواع الكل ماركيتو. والله العظيم يا والله العظيم ما عندي حتى جرام غرور والله. أنت كان تحط مثلا سيكونس فيديو وتتفرج. لا حطيت وتفرجت وتمتعت خويا. فوالا دونك ما تنجمش أنا فما بونتويت نسيهم. فما بونتو ماركيتو كنت سي اس اس في صفاقس. الناس اللي بدو يلبسوا بونتويتو مازال. جات هكايا معناها الجول ما هكا. وجات هكا ضربتها هكا جبتها له من هنا معناها ما لا ركحت لا شيء غزرت الجول ضربتها ديريكت هكا جبتها له من معناها فما بونتويات يجيو في وقتها فهمت. ماركيت لي كوفرون ماركيت بيشت هكا كل شيء. انت عندك القرصه هكا اللي بالجول اللي تو ما يعملوهاش يعمل فيها ميسي يعمل فيها ميسي برشا تو المركب بشويه. انا ما عنديش نشوت من البعيد ونخرج ونقرص نخلي لك اخر وقت و ما أشنا. اقوى ببليك قريب افريكان كي يبدا في 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 وضعيه باهيه يعني الكلوب كي تبدا في وضعيه باهيه يعني شنو في وضعيه باهيه تبدا معناها الامور ماشيه لاباس كل شيء. احسن ببليك باهي اقرب جماعه اخي ببليك كي يبدا الامور مش باهي صعيبه صعيب برشا. اما انت كانوا يحبوك. لا انا مش يحبوني انا ولدهم انا. انا خليت سمعه طيبه في الكلوب. انا نهار بخلت عليها النادي الافريقي اقسم بالله نلعب مضروب نلعب ترشنو لكن الاسونسيال علاش خاطر وقت اللي دخلت البارك النهار الاولاني من النهار الاولاني ولاو يحبوني اكثر من اولادهم. علاش؟ ما نعرفش خاطر ما نفوس ما نسرقش ما نخدمش مخي ما نبخلش عليها. فما ماتشوات ديسيزيف كنت مساهم بالكدا فاهم. فرحتهم برشا مرات فهمت. اقرب جمعيه ليك بعد الستاد والكلوب في تونس. حتى برشا. حتى جمعيه ليتوال. ليه نحبها بون كي تبدا تلعب كوب دافريك. انت ساحلي خاطر اصلك في البيت. ساحلي 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 ما نكره حتى جمعيه. انا في تونس انا راني ملك الببليك. انا ملك تونس. انا مانيش ملك استاد ولا ملك كلوب ولا ملك زايد ولا عام. انا ملك تونس. انا ما نجمش نجي نقول راني نحب الجمعيات الكل مي لكن راني ما نكره حتى واحد. لكن جمعيتي المفضله هي ملعب التونسي وجمعيتي الثانيه هي النادي الافريقي. الاخرين كي يلعبوا لي كوب دافريك ولا مثلا نتشرج
ماذا بيا الاسبيرونس تربح في مصر، ماذا بيا تربح كوب دافريك، ماذا بيا فهمت. اما لكن ما نجمش نكون انا نحب جمعيه الكل. تو اليوم المكشخ واللي تواليست كيفاش كيفاش تقبلهم في الشارع كيفاش؟ اقسم بالله اغزر انا نمشي باكتو، نمشي بنزرت، نمشي سوسه، نمشي جرزيس، نمشي الجربه، والله تقول عليا في تونس معناها مين نمشي. الحمد لله يا ربي اللي سمعتي باهيه، وانا عندك حاجه فيا ما عنديش ما نقعد كان مع الزوايا ما متواضع مع الناس كل، يعني الناس كل عندي انا. على ذاك اخويا قهوتك في النص؟ لا 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 ولا لا ما عنديش قهوه في النص. مش تقعد في النص؟ لا لا نسكو في النصر. ايه خويا بلاصه الزوايا ولا هذيك؟ لا ودي انا ولد باردو، انا ولد باردو ما نسكو في النصر، ما ديما في باردو هكا شويه ندغدغ فيك شويه. حكمه امن بها قب شويه ميكرو. شنو حاجه حكمه ما فماش؟ لا باهي حاجه فيك ما تعجبكش خويا. انت قلت خشمي. قلت كل شيء يعجبني قلت خشمي خشمي بالحق. لا في طبيعتي كنت طبيعتي شويه مثلا انك لي مانيش جابد روحي شويه بتات ماش طبيعه تربيه ممكن ماش احسن لاعب في العالم تو ميسي، احسن مدرب في العالم غوارديولا. شكون القدوه نتاعك في تونس ولا برا كما تحب؟ بالنسبه لي انا مارادونا. اخر سؤال، انت جاي خرمت قلت زعما شنو يسالني؟ صحيح. كانت هذه لوكويس لوكويس كما نال حصل مزال 4 دقائق نكملوها بالليكيب تيب. ليكيب تيب ليكيب تيب جمال باش تختار لي احسن 11 لاعب في تاريخ تونس. لا مشكلة حد، لا لا مشكلة لحد شيء خويا، كل حد ورأيه، كل حد شكون يعجبه، كل حد اللي له قناعاته والملاعبين اللي امن به. مانيش تحط روحي راه في بلاصة باهي ميساج هو المرموط تحط روحك مع مع 10. نحبش نحط روحي، حط روحي يقول لك هاو يحط في روحه باهي. يعطيني احسن 11 ملاعب باهي. باش نقول لك انا من الاول البوست نتاعك فيها جمال الامام، ما تحطليش حتى واحد بوست نتاعك. انا داير حاطيني في ليكيب دو سيكل، انا ليكيب دو ليستوار دو فوت معناها حاطيني مع مع الناس باهي. دقيقة ونص نبداو، شكون جارديان؟ من القدم وجدد كل شيء. اي كل كل عطوك على اليمين حاتم طربلس، على اليسار خليني افكر شويه مثال. اي باهي في اللاك ساعتين باهي. على اليسار استنى خلينا نعطيك على اليسار. على اليسار برا نحطو يقوشي في اللاكس. جندوبي وبدرة قدام في الوسط. نجيب غميث حمادي العقربي عيادي الحمروني باهي قدام في الاتاك. اما هجومية تحسها التشكيلة ذي انا عش عندك اتاكون اخوي تختار اللعب الهجومي باهي باهي. باش نحطو جمال امام مش كون معاه افون سونتر ركبوي هاي هرقيل على اليسار جمال على اليمين. يا باب تهز كاس العالم تشكيلة هذي؟ لا ما يهز نجم نهزو كل دخليه. كان تيفي ليكيب تيب ليكيب تيب خويا مرحبا بك، شرفتنا اليوم بحضورك ساعتين تعدي وتك تك. فرحان ياسر في وجودي معاكم وحاسه حلوه ياسر و مشكورين على الاستضافه هذه. مرحبا بك وان شاء الله نشوفوك قريب جميل. ان شاء الله في الوقت تفيد اكيد عندك من الخبره ما تفيد بها الدومين والكره في تونس. ان شاء الله ان شاء الله. كالعاده يلتحق بي زميل الجريد امير الجريدي بعد شويه ستار اكسبريس. امير اهلا بك. مرحبا شنو حوالك؟ مرحبا بضيوفك، مرحبا بالناس اللي تسمع فيك الكل. نحب نقول لهم اقعدوا اسمعونا حتى للسمعه تاع العشاء في ستار اكسبريس. باش يكون بحضنا في ساعتنا الثانيه الفنان زين الحداد بعرض انفتاح، وباش يكون بحضنا الممثل التونسي محمد قريع اللي كان في
مهرجان الأوسكار اللي كان بفيلم قصير، فيلم تونسي من 191 فيلم عالمي، 5 أفلام يختاروهم منهم فيلم تونسي. دونك شنكونوا فرحانين برشا بيان سور باش يكونوا بحذانا بعد جرايا اللي كان ما بين نجوم كبار في العالم في أحسن ولا أقوى مهرجان سينمائي في العالم الأوسكار. دونك سينو في ساعتها الأولى كالعادة لغوبريك متاعنا من 5 للستة متاع العشية. دونك العشوية حافلة بعد الكورة فما ثقافة أكيد. أبقاو برونشي مع أليكس بخاصة فهم. شكرا أماني بالنصر في الإخراج، شكرا لآدم اللي أمنكم بعد شوية لفيديو متاع جمال الدين ليمي. ما حنا نتقابلو كالعادة السبت الجاي في نفس التوقيت من 3 للخمسة متاع العشية في زون ميكس. أجمل تحيات إسلام المتبو.